لأن صحة وسلامة المجتمع هي أهم أولوياتنا، يسرنا الإعلان عن إطلاق نظام المساعد الافتراضي للتقصي الوبائي. فما هو هذا النظام؟ هو نظام يستخدم لإجراء محادثة افتراضية مع الأشخاص بعد حصولهم على نتيجة إيجابية لكوفيد-19. فما هي آلية عمله؟ يبدأ استخدام النظام عن طريق استلام رسالة نصية يرسلها المركز للمصاب تحتوي على رابط المحادثة الافتراضية. يتم من خلالها التأكد من معلومات المصاب عن طريق طلب رقم الهوية الإماراتية من أجل استكمال الإجراءات والرد على الأسئلة. ما هي فائدته؟ توسيع نطاق التقصي الوبائي لكوفيد-19 للتمكن من التنبؤ بأماكن انتشار العدوى والسيطرة عليها والتواصل مع جميع الحالات المبلغ عنها في الأنظمة في زمن قياسي جداً. فهدفنا أولاً وأخيراً صحتك وسلامتك.